وصلنا الآن المشاهدين إلى فقره ضيف اليوم ونستضيف فيها دكتور محمد عمراني بخبزة المحلل السياسي لنناقش معه أهم الملفات الداخلية المنتظرة في عام 2018 مرحبا بكم أستاذ كل عام وأنتم بخير ولجميع المشاهدين أينما كان شكرا على الصدفة سعيده للجميع من, من أهم المواضيع التي ينتظر الحسم فيها فيما يتعلق بالحكومة هناك مسألة التعديل الحكومي بعدما تم إعفاء مجموعة من الوزراء كيف؟ تنظرون إلى شكل هذا التغيير وتأثيره طبعا على الأغلبية وفي الواقع بالنسبة لما ينتظر الحكومة على المستوى بنيتها أنه ربما لن يخرج عن بلاغ الدول الملكي وكذلك حتى عن تصريحات رئيس الحكومة نفسه الذي لا زال لحد الآن مرتبط بأن يتم ملء المناصب الوزارية بدون أن يكون هناك إعادة النظر في هيكلة الحكومة ثم الأمر الآخر أن الأمر لا يتعلق فقط بأن يحل وزير محل وزير آخر بل كذلك أن هناك مسألة إحداث وزارة جديدة وردت في خطاب ملكي ومتعلقة بشؤون الإفريقية إذن لحد الآن أن نلاحظ ان الحكومه لا زالت تشتغل بنفس الوتيره وبنفس الاغلبيه ومع كون ان وزراء ينوبون عن زملائهم في تدبير شؤون هذه الوزارات خاصه وان هناك وزارات ذات طبيعه خاصه وهنا نتحدث بالتحديد عن وزاره التعليم ووزاره الصحه لخصوصيتهما وكذلك لطبيعه القطاعات التي يتم تدبيرها اذا على المستوى لحد الان كذلك انها مرتبطه بالحزبين المعنيين بعمليه التعديل وهما حزب التقدم الاشتراكي وحزب الحركه الشعبيه وليس هناك الان لحد الان هناك ليست هناك بوادر عن تغيير او هيكله جذريه للحكومه التي يمكن مع الانفتاح على حزب اخر كحزب الاستقلال الذي ورد اسمه اكثر من مره بعدما تم تغيير الزعامه من شباط الى الى نزار بركه ثم الحديث الذي يروج عن امكانيه التخلي عن حزب التقدم والاشتراكيه ولكن ربما هذا السيناريو يبقى مستبعد لحد الان تعديل الحكومي جامد لا احد الان ولا احد يتكلم عنه لا لا هو ليس لا لا هو ليس جامدا لا, لا, لا يمكن اعتباره انه جامدا على العكس من ذلك ان هناك نقاشات داخل الاحزاب المعنيه وهي حزب تقدم الشركه والحركه الشعبيه هناك اسماء وردت بل اكثر من ذلك وان الامناء العامين لهذه الاحزاب المعنيه انها تحدثت عن كونها سلمت لرئيس الحكومه الاسماء المقترحه وان الامر في اخر المطاف يعود لجلاله الملك في التعيين طبقا للفصل 47 من الدستور فلذلك لا لا نتحدث عن ثم الامر الاخر نحن نعلم ان في هذه الفتره كانت الاجنده السياسيه كانت فيها نقاشات قويه جدا لا المستوى الخارجي انشغال المغرب بقضايا خارجيه مهمه ثم الامر الاخر ان الاحزاب السياسيه المغربيه كذلك ربما راينا حزب العداله والتنميه انه كان منشغل بشكل كبير بمؤتمره وانتخاب هياكله وخاصه انتخاب الامين العام لذلك ربما اعتبر ان لاجوندا الفاعلين الاساسيين انها كانت ونحن نتحدث عن الفاعلين الاساسيين قلت بان حزب العداله والتنميه شو من احزاب العداله والاستقلال يعني عرف التغييرات خلال 2017 هل نتوقع ربما استمرار هذه الديناميه وهذه في 2018 هناك مؤشرات قويه تتحدث عن ضروره حدوث تغييرات جذريه على مستوى النظام الحزبي المغربي فمن دون شك ان كان هناك سياق خاصه سياق ما بعد 2011 الذي دفع الى الواجهه بزعامات من طينه معينه كانت تعتبر زعامات شعبويه الان ربما انتقلنا الى اتجاه اخر وهو البحث عن بروفيلات جديده من نوع خاص وهذا الامر ربما بدا واضحا من خلال انتخاب نزار بركه محل شباط وانتخاب العثماني محل بنكران ثم الاستقاله التي تراجع عنها كذلك الياس العماري في حزب العدالة والتنمية ونحن الآن هناك انتظار فيما ستؤول إليه الأمور داخل الحزب خاصة أن هناك نقاش قوي وبدأت بعض القيادات وزعامة داخل الحزب تناوي الأمين العام الحالي وهناك انتظار انتخابات داخلية ربما أنه قد يكون ذلك مرتبط بما وقع في حزب العداله والتنميه ثم الامر الاخر حتى بالنسبه لحزب الاتحاد الاشتراكي هناك حديث عن نقاش داخلي داخل الحزب معلوم ان الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الاستاذ الشقار انه في وضعيه محرجه بالنظر م. الى فقدانه للفريق داخل البرلمان والان في الانتخابات الجزئيه بعد خسارته لمعقل اساسي في سيدي الان ربما انه سيحاول ما امكن تدارك ذلك في الانتخابات الجزئية لجرسيف حتى بالنسبه لحزب التقدم الاشتراكيه ربما ان بن عبد الله انه لن يترشح لخلافه نفسه فهذا يعني ان هناك بروفيلات جديده ربما هي التي ستؤثث المشهد السياسي في 2018 الان ماذا عن البرلمان الذي ينتظر يناقش ويصادق على مجموعه من المشاهد المشاريع القوانين التنظيمية مثلا قانون الأمازيغية ترسيخ الأمازيغية أو الإضراب مثلا وبالفعل بالفعل هو ان كان التقييم للمرحله السابقه كانت نتيجه نوعا ما يمكن ان نقول انها كانت سلبيه بالنظر الى البلوكاج الحكومي الذي اثر على اداء البرلمان وفي اخر المطاف اشتغل ولكن كان الاشتغال مرتبط بقانون الماليه بصفه محدوده فكان هناك عذر قد نقول ان هناك عذر ولكن الان ليس هناك عذر امام البرلمان لكي يزيد من وتيره الاشتغال وخاصه ان هناك ثلاث قوانين تنظيميه ذات اهميه كبرى القانون التنظيمي المتعلق بالارهاب الذي بالعفو بالاضراب الذي يوجد بالبرلمان منذ شهر اكتوبر 2016 كذلك الامر حتى بالنسبه للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه والقانون التنظيمي كذلك المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغه الامازيغيه فهذه القوانين التنظيميه هي ليست صراحه قد نقول انها ليست قوانين عاديه هي قوانين خلافيه هناك نقاش سيكون من دون شك اساسي ولكن ربما ان يجب ان لا يقت تصير دور البرلمان في هذه الفترة على هذا الجانب المتعلق بالجانب التشريعي يجب أن يعيد أو يعمل البرلمان على أن يعيد التوهج للعمل البرلماني خاصة على نعم. مستوى المراقبة لاحظنا أن هناك الآن الظاهرة المشينة صراحة قد نقول هو الغياب الكبير لأعضاء البرلمان رغم محاولات رئاسة البرلمان ضبط <applause> هذه العملية عبر الإعلان أو إشهار أسماء المتغيبين للاقتطاع ولكن ربما نعم. إن في حاجه الى تخليق عمل البرلمان حتى نعم. على مستوى عمل البرلمانيين انفسهم. نناقش جانبا اخر على المستوى الاجتماعي الحكومه بادرت الى الاجتماع مع المركزيات النقابيه في اطار عمليه اطلاق الحوار الاجتماعي ما هي الملفات الموضوعه على جدول اعمال كلا الطرفين؟ وربما ان كانت هناك بوادر ايجابيه في البدايه خاصه في شهر اكتوبر عند الاعلان عن وجود اراده لدى الاطراف الثلاث المعنيه بالحوار الاجتماعي هذه الاراده الايجابيه ربما انها بدات تتوارى لان لحد الان لم نلاحظ ان هناك مخرجات إيجابية من من اللقاءات الثلاث السابقة فبالتالي لاحظنا كيف أن مطالب النقابات العمالية أنها لم تلقى بأي شكل من الأشكال ولو تجاوبا ولو نسبيا من قبل الحكومة ثم الأمر الآخر أن نلاحظ الآن ان ان ذلك يؤثر بشكل كبير، يجب ان نحذر كثيرا من تعثر الحوار الاجتماعي، لان الحوار الاجتماعي مخرجاته مؤثره على على السلم الاجتماعي داخل المملكه، نعم. اذا فبالتالي يجب الا نلعب بالنار فيما يخص هذا الملف، نعم. انتظرت النقابات بشكل طويل ولكن الافق الذي يظهر لحد الان ان هناك ليست هناك اشارات ايجابيه لا من قبل الحكومه ولا من قبل الباترونة فلم آآ آآ نلاحظ مثلا في القانون المالي ولو استجابه ضمنيه ولو اشاره ايجابيه للتعامل الايجابي مع مطالب النقابات وهذا قد يدفع النقابات الى اتخاذ مواقف متشدده وهذا لا يخدم باي شكل من الاشكال السلم الاجتماعي. فيما يهم علاقات المغرب الخارجيه من المنتظر ان يواصل المغرب جهوده لتعزيز علاقاته مع مجموعه من الدول الافريقيه. هناك ملف الانضمام المغرب إلى مجموعة سيدياو مجموعة غرب إفريقيا كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة خلال هذه السنة؟ وربما أن الفترة السابقة خاصة 2016-2017 كانت مرحلة تأسيس لتفعيل أو تنزيل السياسة الإفريقية للمغرب الان ان كل الامور اصبحت مهيئه بشكل يضمن للمغرب ان يقوم بالدور الريادي الذي يبحث عنه داخل القاره الافريقيه ربما ان الفتره سنه 2018 ستكون سنه رهانات المغرب للدخول الى هياكل الاتحاد الافريقي وهذا ربما انه جد مهم لان كانت كان خصوم المملكه يحاولون ما امكن تفويت الفرصة أمام المغرب نعم. لكي يكون حاضرا في اللجان ولكن الآن مع ربما أن الاتجاه الثاني والانضمام إلى السيدة وهو الجانب أو الشق الاقتصادي المهم في كل ذلك أشكرك جزيلا الشكر أستاذي محمد عمراني بوخبزة على حضورك معنا ولكل هذه التوضيحات وشكر أيضا وصول مشاهدينا حسن المتابعة نلقاكم بخير بحول